أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ هذه الجولة في أعمدة الرأي والمقالات من صحيفة أو نبدأ بزاوية عبد الرحمن الأمين رؤى من صحيفة الصيحة، والتي جاءت بعنوان فاتورة لا بد من دفع ثمنها. يبدأ الأمين زاويته بالقول: ظل مطلب الحكم اللامركزي مطلبا لازم حقبنا السياسية، وتطلع أهل السودان في أصقاعهم وبواديهم إلى تطبيقه ليكون ظل الحكم قريبا منهم والخدمات بجانبهم، ومن ثم تلقفت الإنقاذ المطلبة ومضت في تطبيقه دون أن تتدرج فيه. ويضيف الكاتب في هذه الزاوية: من بعد 24 عاما من تطبيقه بدا واضحا أن العجلة كان يجب أن يصحبها ريث، وأن الأناتة كانت مطلوبة بحساب مواردنا وإمكاناتنا. ومن بعد كل هذه السنوات وضح لكل ذي بصيرة أن السلطات التي تنزلت للولايات لم تصحبها ميزانيات، وحتى الذي تتلقاه الولايات على شحته حجبته عن المحليات. ومن ثم فإن الحكم الاتحادي كان خصما على التنمية والخدمات، وأرهق كاهل المواطن بالرسوم والجبايات، ومن ثم لم يتحقق الهدف الرئيس من إنشاء الولايات. لم ينعم المواطن بالخدمات وقربها، ولم يهنأ بالتنمية ومشروعاتها. يتابع الكاتب: لعل الناظر الآن يجد أننا بعد كل هذه السنوات أقمنا نظامين للحكم في آن واحد، نظام مركزي ونظام لا مركزي. كان مطلوبا من بعد تأسيس الولايات أن نقتصد في الحكومة المركزية، أو أن نتوفر على رشاقتها وأن نتخلص من كثير من هياكلها، لكن بدلا عن ذلك توسعنا في عضويتها. كل ذلك بسبب الاتفاقيات، وبسبب الطرديات، وبسبب الموازنات. ومن ثم أصبح الصرف في اتجاهين، وأصبحت الولايات عبئا بعد أن عجز المركز عن توفير حتى تدبير أو عن تدبير تسييرها، ناهيك عن أن يتولى الصرف على مشروعاتها وخدماتها. ويواصل الكاتب: تقديري أن ظرف السودان الاقتصادي يتطلب جراحة شاملة للوضع السياسي، وأن الأمر يستوجب العدول عن التجربة برمتها والعودة لنظام المديريات القديم، لأنه لم يعد ممكنا الصرف على الجيش الجرار من الدستوريين والتنفيذيين. وإن كنا جادين فعلا في خفض الإنفاق الحكومي، فيجب إيجاد معالجات ناجعة توجد مخرجا لأزماتنا، وتعطي إشارة إلى أن الحكومة هي أول من تقتصد في إنفاقها وتزيل كل حواشي صرفها. بغير ذلك لن نبارح وحل أزمتنا ولا مربع إخفاقاتنا. ويختم عبد الرحمن هذه الزاوية بالقول: قولا واحدا برغم الصعوبات السياسية التي قد تواجه التراجع عن التجربة والعدول عنها، فإن هذه فاتورة لا بد من دفع ثمنها.